فاكرين لما قلت البق ده؟ فلاش باك. عيب تاني في الايكو سيستم بتاع امازون الصعوبه في الابلكيشن بتاعهم. End of flashback. لو مش فاكر او ما شفتش الفيديو روح اتفرج عليه، لان ده اللي هيحدد لك انهي ايكو سيستم اللي هتبتدي بيه السمارت هوم بتاعك، وعلى اساسه هتعرف اذا كنت هتكمل فرجه على الفيديو دوت ولا هتستنى فيديوهات تانيه بتتكلم على ايكو سيستمز تانيه. اللهم بلغت. الهدف من الفيديو النهاردة ان انا اخدك واحدة واحدة كده هوت في الابليكيشن بتاع امازون اليكسا، اعرفك كل حاجة بتعمل ايه، وعلى اخر الفيديو هخلي السنسر ده ينور اللمبة دي. اول بديهيات لازم نبتدي بيها نداونلود الابليكيشن بتاع امازون اليكسا، وده هتلاقوه على الاب ستور او على الجوجل بلاي ستور عادي جدا، واول ما تنزلوه هتخش بالامازون اكاونت بتاعك تساين ان. لما تفتح الابليكيشن هتلاقي ايه؟ هتلاقي شوية حاجات فوق هنا هوت ليها علاقة بالاكتيفيتي بتاعتك او اخر حاجات حصلت على الابليكيشن او في السمارت هوم بتاعك، الفيفوريتس اللي ممكن تحط فيها شوية حاجات انت بتستخدمها كتير، ومعلومات اكتر لو عايز تقعد تقرأ وتشوف، ومور فور يو دوت لو انت عايز تتعمق اكتر في الاوبشنز والحاجات اللي امازون بتديها. فوق على اليمين هتلاقي الجرس او الاليرتس والنوتيفيكيشنز اللي الابليكيشن بيبعتها لك، وبلس دوت لو عايز تزود اي جهاز، جروب، ليست، ريمايندر، روتين اللي هي الايكويفالنت بتاعها الاوتوميشن، والارم الى اخره. فدوت الانيشال او اول صفحه بتقابلك اول ما تخش على ابلكيشن امازون اليكسا. هنا هتلاقي ممكن تكتب وتسالها اي حاجه انت عايزها او تطلب منها كوماندز بالكتابه او بالصوت لو انت ما عندكش جهاز من اجهزه الايكو. طيب الثلاثه دول بيعملوا ايه؟ الثلاثه دول دي الهوم بيج اللي بترجعك للصفحه دي لو انت في اي حته في الابلكيشن. اللمبه دي اللي بتشوف فيها كل الاجهزه بتاعتك وكل الجروبس بتاعتك، الاوض او الادوار اللي موجوده في بيتك، وبتعملها برضو بتزود وتعدل فيها من هنا الديفايس الجروب، او بتجمع السبيكرز مع بعض عشان تديك ستيريو ساوند مثلا، او ان انت عايز عندك كذا سماعه في نفس الاوضه عايزهم يشتغلوا مع بعض، حفله بقى والجو ده. والثلاث شورت دول اللي بتخش منها على حاجه اسمها سكيلز، بتخش على الكالندر، روتينز اللي بقول لكم هي الايكويفالنت بتاعها هو الاوتوميشنز، الارم، ليست، ريمايندر، وميوزك. ده اوفر فيو على اليوزر انترفيس بتاع امازون اليكسا. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل شويه على كام حاجه لازم تبقى عارفهم جوه الابلكيشن. اول حاجه لازم تعرفها ان اي جهاز انت بتزوده على سيستم بتاع بيتك، احسن مكان فيه انك تروح على الحته اللمبه دي بتعمل علامه البلس وتبتدي تزود الجهاز على طول. الصفحه دي كمان مهمه جدا. ليه؟ لان هي لما بدوس على البلس ديت ممكن اعمل جروب، يعني ممكن مثلا اعمل جروب، والجروب دوت ممكن ان هو يبقى يا اما كذا اوضه او اعمل اوضه، عشان لما انده على الفويس اسيستنت باسم الاوضه ديت تبقى فاهمه ان انا بتكلم على كل الاجهزه اللي موجوده في الاوضه ديت. وزي ما انتم شايفين كده انا عامل دايننج روم، جاست باثروم، كيدز روم، كيتشن، والى اخره. طيب التلات شرط دول اهم حاجات فيهم او اللي انا بستخدمهم دايما. مبدئيا الميوزك، انت من هنا تقدر ان انت تزود السبسكريبشنز بتاعتك، يعني لو انت مشترك سواء ابل ميوزك، سبوتيفاي، امازون ميوزك، الكلام ده كله انت بتقدر تزوده من الجزء بتاع الميوزك دوت علشان تستغل السبيكرز بتاعة الاكو. تاني حاجة انا بستخدمها كتير هي الجزء بتاع سكيل اند جيمز. سكيل دي الموازي ليها مثلا في هوم اسيستنت او اللي انا كنت بتكلم عليه قبل كده حاجة اسمها الانتجريشن، دي اللي بتربط الامازون ايكو سيستم بالحاجات التانية الثيرد بارتي، سواء بقى مثلا زي ما انتم شايفين كده الجوفي لايتس، سمارت ثينجز، حاجة سامسونج، الحاجات دي كلها امازون مسميها سكيلز، كانك بتدي مهاره للايكو سيستم بتاعك ان هو يتعامل مع الحاجات التانيه او اللي مش معموله من امازون نفسه. تالت حاجه لطيفه جدا بستخدمها هنا هوت هي قصه الكوميونيكيت. يعني ايه كوميونيكيت؟ كوميونيكيت يعني لو انت عندك سبيكرز في كذا اوضه او في كذا مكان في البيت، انت ممكن تتواصل معاهم عن طريق الابلكيشن او عن طريق الفويس كوماند او عن طريق سبيكر تانيه. وفي نوعين من الكوميونيكيشن، في نوع اللي بيسموه
في الابليكيشن دروب ان. دروب ان يعني انا بروح بكلم جهاز واحد او سبيكر واحد، وفي نوع تاني اسمه اناونس. اناونس ده البيت بيتحول الى استاد القاهره الدولي. خلينا اوريكوا ازاي. اليكسا اناونس كيدز ار يو هوم. اليكسا اناونس كيدز ار يو هوم. شفتوا الموضوع لذيذ ازاي؟ طيب لو انا عايز اعملها دروب ان، يعني عايز اتكلم مع جهاز بعيني، بعملها ازاي؟ بروح من الابليكيشن على دروب ان، والدروب ان بنقي انهي جهاز اللي انا عايزه، وده بيفتح لي قناة تواصل على طول مع الجهاز ده. تالت حاجة عايز اوريها لكم في الابليكيشن هو الروتين. الروتين هو المعادل للاوتوميشن، فخلينا نعمل اوتوميشن بسيط. ولو حابين نعمل حلقة كاملة عن الروتينز جوه الايكو سيستم بتاع امازون اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله نعملها. بس خلينا الاول زي ما اتفقنا ان احنا هدف الحلقة ان انا اخلي اللمبة دي تنور باستخدام السنسر ده. فاول حاجة لازم اعملها علشان اخلي الاجهزة دي تشتغل مع بعض ان انا اضيفهم على الابليكيشن. ده هيتعمل ازاي؟ تعال اوريك. كده العدة جاهزة ان احنا نبتدي مهمة ان احنا نعمل اول روتين جوه الامازون ايكو سيستم. علشان ابير اي ديفايس مع الامازون ايكو سيستم انا عن نفسي بحب فكرة ان انا استخدم السكيلز. انا عديت على السكيلز بسرعة قوي وانا بعمل الاوفر فيو، دلوقتي هوريكو بتشتغل ازاي. ميزة السكيلز عن ان انا ازود الاجهزة دايركتلي من جوه الابليكيشن ان السكيلز بتديني الاوبشنز بتاعت النيتف اب او الاب الاساسي اللي بيتحكم في الجهاز، فكل الخواص والحاجات بتاعته بقدر استخدمها جوه الابليكيشن. فمثلا اللمبة دي من فيليبس هيو. طيب انا هعمل ايه؟ هخش جوه الفيليبس ابلكيشن بتاعي، ومن هنا اقدر ازود اوض، ازود اي حاجة. فبروح على بدوس على التلات نقط اللي فوق وبدوس ايه؟ add device. الديفايس ده فين؟ خلينا نعمل اوضة جديدة ونسميها الاوفيس اللي احنا قاعدين فيه، وبيطلب مني يا اما اسكان الكيو ار كود او من غير كيو ار كود. انا عندي هب فمش محتاج اسكان الكيو ار كود، فبدوس setup without QR code. انا بدور على لايت، وهنا باجي اروح منور اللايت وادوس next. هو كده بيدور على اللايت، لقى فيو فيلمنت بلب واحد، بدوس عليها، بدوس next next next. مش لازم انقي دلوقتي اي حاجة، ممكن اظبط الكلام ده بعد كده. احنا هدفنا ان احنا ننقلها بعد كده على الالكسا عشان بس ما نتعميش. خلينا بدل 100% ننزل 20%، بس اهي قاعدة منورة جنبنا. طيب انا كده بتحكم فيها فلة من جوه الفيليبس اب. هروح بعد كده على الامازون اليكسا واروح على السكيلز. خلينا نشوف كده ايه فيليبس بتقول ايه. هروح على فيليبس هيو، هلاقي سكيل اسمها هيو، بنقيها وادوس انيبل تو يوز. لما بدوس انيبل تو يوز بياخدني يتاكد ان انا سايند ان على الاب بتاع فيليبس نفسه، وبيعمل لينكينج للاكونت. كده بقى الموضوع لينكت. لما يبتدي بقى تدور اليكسا على ديفايسز، هتلاقي اللمبة دي وكل لمض الفيليبس هيو اللي انا مركبها حوالين البيت. زي ما انتوا شايفين 27 ديفايس لقوهم. تمام، دي الهيو فيلمنت بلب بتاعتنا اللي احنا هنستت اب، والباقي مش مشكلة، هي موجودة في الاوفيس وهنزودها على الجروب وبقت موجودة عندنا دي في الديفايسز. اوكي، اللي بعده عايزين بقى كمان نبير الاكارا كونتاكت سنسر ده. فبرضو هنعمل نفس الطريقة بالظبط. هنروح على الابليكيشن بتاع اكارا، وهنروح على الاكسسوريز او الديفايسز، وهنا لو تاخدوا بالكم هتلاقوا السلك ده او اللزقة دي. اول ما بشيلها بشغل البطارية، بعد ما بشيلها بدور على في زرار صغير قوي هنا وهو بيسيرش فور ديفايسز، ادوس عليه وافضل مثبت ايدي شوية، هو كده ابتدى يبلينك. وانا هروح على السنسر، هروح على الدور اند ويندو سنسر وادوس ايدنتيفاي، دوس على الزرار ده لمدة 60 ثانية. 1 minute later لقاه، وهكتب هنا هوت ان ده هسميه التست سنسر. كده تست سنسر، لو واخدين بالكم كده كلوزد، كده اوبن، كلوزد اوبن،
Closed Code. طيب هنزوده ازاي على الامازون اليكسا؟ جدع، تكرار يعلم الشطار. هنروح على حبيبة قلبنا السكيلز اللي بنلاقيها عند الثلاث شرط وانا كل مرة نساها، وهنكتب أكارة نشوف لو أكارة موجودة بسكيل، موجودة بسكيل. ساعتها نخش على أكارة ونروح على هنا، وهيطلب مننا ان احنا نكونكتد. احنا اوريدي كونكتد، خلينا نمانج السمارت هوم ديفايسز اللي عندنا. تست سنسر عشان انا عامل لها كونكشن من قبل كده ظهر اوتوماتيكلي. حلو، ودي كانت المرحله ان احنا بنزود الديفايسز او بناد ديفايسز على الامازون اليكسا اب. جت المرحله بتاعه الاوتوميشن، او اللي هنا اسمها ايه؟ اسمها روتين. خلينا نعمل روتين بسيط جدا، ان الكونتاكت سنسر ده لما يتفتح، لنفترض مثلا انا حطه عند الباب، اول ما يتفتح اللمبه دي تنور. هعملها ازاي؟ هروح على روتينز، هعمل علامه الزائد اللي فوق على اليمين، وزي اي حاجه في الدنيا غير هوم اسيستنت، هوم اسيستنت في حته زياده اللي متابعني هيبقى عارفها، بس الروتين او الاوتوميشن قائم على ان في حاجه بتحصل والاسيستنت بتاعك هينفذ لك اكشن معين على اساسها. فاحنا عايزين وان ايه الديفايس اللي جوه السمارت هوم، عشان كده بقول لكم الابلكيشن ده مش اسهل حاجه، لما التست سنسر دوت يبقى اوبن نيكست في اي وقت من اليوم، الاكشن اللي هنعمله ان في السمارت هوم اللايتس هنعمل ان الهيو فيلمنت بلب نيكست عايزينها باور تبقى اون، عايزين برايتنس نخليها مثلا 40%، وعايزين الكولر تمبرتشر بتاعتها تبقى وورم وايت. اوكي، ونسيف نيكست سيف، وكده الاوتوميشن تمت بنجاح. تعالوا نجرب. ادي الكونتاكت سنسر، هفتحه. اي حاجه. 3 hours later. ناسف لهذا العطل الفني يا شباب. بس اللي هو يعني ايه، كاسفه ملهاش اي 30 لازمه، بس الفيليبس هيو لايت اللي كانت عندي الفولتج بتاعها عالي قوي على البلب دي، فغيرتها. كان عندي واحده تانية برضو من ماركه اسمها ويز، ركبتها وعملت لها بيرنج زي بالظبط اللي عملته مع فيليبس، عملته مع دي. ودي لو تاخدوا بالكم اسمها الاي 60 فيلمنت 3 اللي موجوده هنا. ورب ضاره النافعه، اوتوميشن ضربت. اوريكم ازاي تعدل الروتين او ازاي تعدل الاوتوميشن جوه الابلكيشن. فانا دلوقتي بدل ما كنت عايز السنسر ده يشغل ويطفي الفيليبس هيو، هخليه يشغل ويطفي الويز لايت ديت. فهروح على روتينز واروح على علامه الزائد، اتاكد بس ان هي موجوده وحياتنا سعيده في الاول. هروح على سمارت هوم لايتس، من اللايتس بروح على A60 فيلمنت 3، بعلم عليها عايزها تباور اون لما السنسر يفتح، عايزها برايتنس نفترض عشان ما نتعنيش 30%، والكولر تمبرتشر بتاعتها تبقى وورم وايت. وادوس سيف نيكست. اروح بعد كده على اد ايفنت، احنا عايزين سمارت هوم، عايزين التست سنسر لما يبقى اوبن نيكست، ونعمل سيف روتين كرييتد سكسسفلي، ونقول ايه يا رب يا هادي. دي كده كلوزد، لما افتحه بتنور. لما اقفله ما بيحصلش حاجه، لان انا مش مزود الكلام دوت في الاوتوميشن، محتاج اعمل له روتين تاني لوحده علشان لما اقفله يرجع اللمبه تقفل تاني. ودي كانت بصه سريعه على ازاي ابتدي اتعامل مع الابلكيشن بتاع الامازون ايكو سيستم. لو عجبك الفيديو دوت فاكيد هيعجبك الفيديو اللي هينزل الاسبوع الجاي بنفس الطريقه تقريبا. هاخد واحد صاحبي من ايده ونمشي خطوه بخطوه وهو بيبني الهوم اسيستنت ايكو سيستم بتاعه. ولو حابين تشوفوا تفاصيل الروتينز جوه الامازون ايكو سيستم ونطلع بافكار ونجربها ونشتغلها مع بعض، اكتبوا لي في الكومنتات افكاركم، واشوفكم الاسبوع الجاي.